أما نور، نحن وصلنا لنهاية مساحتنا الصباحية لليوم. اليوم حنضوي على موضوع الشباب وسوق العمل. دائما نحن منراهن بأي مجتمع على شبابه وعلى شباب بكرة، ودائما منحاول ومنقول أنه لازم يكون الشباب بناسب خبراته سوق العمل اللي عم يشتغلوا عليه. وأحيانا ما بتصير هاي القصة، فبيروح الشباب لموضوع البطالة، إنه أنا اليوم ماني قادر أشتغل بهذا المجال لأنه أنا ماني دارسه أو أنا ما عندي تجربة. في فجوة، بتعرفي ليه؟ لأنه اليوم قديش مهم اليوم تأهيل الكوادر الشابة وجميع الشباب، لأنه نحن دائما بنسلط الضوء برحلاتنا الصباحية قديش عندنا إمكانيات شابة بنعتز ونفتخر فيها الشباب السوري خلال سنوات الحرب واليوم وبكرة. بس لأنه في فجوة كبيرة بين أساسا المناهج التعليمية بالجامعات مع سوق العمل، لازم يكون في حلقة وصل لترجع اليوم إعادة تأهيله. لقيت هاي الحلقة بالظروف اللي عم بنعيشها، صحيح، وخاصة دائما نحن نقول سنوات الحرب كان لها تأثير كتير كبير على الشباب. اليوم حلم أي شاب هو حلم جدا بسيط وهو حق وليس حلم يعني، ولكن كانت الظروف أقوى مثل ما بنقول. اليوم نحكي عن أهمية خبرات الشباب وربطها بسوق العمل. ضيفتنا لليوم الدكتورة سوزان اليمني، مدير تدريب معتمد لدى اتحاد المدربين العرب. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي بالبداية، وقلت بالمقدمة قديش مهم اليوم تأهيل الشباب لسوق العمل. عندنا شباب طاقات، يعني شابة سورية جدا كبيرة ومواهب يجب استثمارها، لأنه نتفاجأ فيها لما تحطيها بالمكان الصح وتأهليها بطريقة كتير صحيحة بيطلع عندك نتائج جدا جميلة. هلا أكيد لا شك الشباب السوري مليء بالخبرات والطاقات والأدمغة الرائعة، وأثبت هذا الموضوع خلال تواجده بكل العالم، بكل دول العالم. لكن مبدأ التأهيل المهني عنا نحن بعض المفاهيم الخاطئة بما يتعلق بالتأهيل المهني. كثير من الشائع أنه التأهيل المهني يبدأ بعد أو في السنوات الأخيرة من الجامعة أو بعد التخرج. الواقع يبدأ التأهيل المهني من المنزل، من الطفولة، لما يدخل في عامل التربية لليافع أو للطفل، مبدأ أنه يتحمل المسؤولية لكافة تصرفاته. بيكون هون عندي البذرة الأساسية لخلق شخص مهني مستقبلاً، فبالتالي بكون عم حط حجر الأساس لابني هاي الشخصية اللي بالمستقبل رح تكون مشاركة ببناء المجتمع. فبيبدأ التأهيل المهني من الصغر بتكليف الأطفال ببعض أو تحميلهم مسؤوليات بسيطة داخل المنزل، وبالفترة اليافعة من حمل المسؤوليات يعني بتصير هي بتتناسب بشكل طردي مع العمر والقدرة والتطور العقلي. مستقبلا نتوجه للتأهيل الفعلي، وهو بناء مفاهيم خلال فترة النشأة. لا مثلا نحن مثلا في كتير شائع انه نحن في بعض الوظائف نعتبرها مهينة او اقل من مستواي، صحيح. فهي العادات المجتمعية اللي موجودة بشكل طبيعي هي اللي بترسخ هاي المفاهيم عند للأسف. الشاب، صحيح. فبالتالي بتتحول لتصرفات، بتتحول لقناعات مستقبلية بتعيقه من التطور المهني وبتعيقه من إيجاد المكان المناسب اللي هو بينتمي له ويطور خبرته فيه. فبتلاقي غالبية الشباب بيتخرجوا من الجامعة، فلنفترض هو ما بيتوظف بشيء أقل من شهادته، ما بيفوت غير مثلا ما يكون بيطمح أنه يكون مدير من أول خطوة. فإذا لقى الفرصة المناسبة بيواجه فشل بتكون عائق كتير كبير، وبالتالي هي على فكرة فجوة كتير كبيرة بمجتمعنا بين الشعب وبين المهنة اللي هو عم يتوجه لها. فبعتقد هاي الأساسيات إذا كنا عم نحكي عن حجر الأساس، أما كتأهيل مهني وتدريب وصقل مهارات فهو مجال متخصص جدا بحاجة إلى أشخاص مختصين وكوادر مختصة وأساليب حديثة. اليوم الشاب ضروري كتير يعرف شو التطورات اللي طرقت على كل مهنة، كيف الأساليب الحديثة بإدخال البيانات، بالتعامل، بالتقنيات الحديثة، صحيح. يعني بحاجة نحن لنضل نواكب التطور بالمجال المهني.
مثل ما قلتي هاي الفجوة يمكن هي أهم المشاكل اليوم. أي شاب أو صبية عم يخلصوا دراستهم الجامعية بتقلك أنا اليوم ماني مضطرة أشتغل بغير مجالي، ودائما إحنا بنقول في كثير أشخاص نجحوا بمجالات ما إلها علاقة أبدا بدراستهم. الحياة الخبرة يعني بالعمل هي اللي بتعطيكي الثقل بسوق العمل، ولكن نحن اليوم قدام مجتمع، بجوز الأهل يقول لك أنا ما بخلي، أنا ما تعبت عليك اليوم لحتى تروح تشتغل الشغلة الفلانية، أنا ما سمح لك تدرسي هذا الفرع لتروحي تشتغلي بمجال غير مجالك، وهون عم بتصير الفجوة. هو التخصص لما عم يختار الشاب تخصصه للمرة الأولى بناء على المعدل فقط وليس بناء على الميول فعليا على الرغبة الحقيقية وعلى قياس قدرته هو أين يبدع، يعني وين بيبدع هذا الشخص. هذا الشخص لربما بيمتلك تفكير رياضي، بيحب الحسابات، بيحب المقاسات، بيحب انه هو بسجل أدب عربي. بيسجل مثلا ادب، فبالتالي بيواجه مشكله انه هو مثلا بيميل لشيء وفعليا اختصاصه مختلف، فيرى انه اقل منه يكون مثلا بغير اختصاصه او يمارس غير شيء. بس هي فعليا نظرتنا للمهن بشكل عام، نحن مجتمع لازم ينظر للمهن كلياتها بشكل تكاملي. صحيح. انا اليوم بدون عامل نظافه ما فيني افتح شركتي، انا اليوم بدون سكرتاريه تنفيذيه انا غير قادره امارس عملي، انا اليوم بدون التكنيكال تبع الكمبيوتر انا ما بقدر اني انا اكمل شغلي. فبالتالي لا تقليل من شان اي مهنه ولا رفع من شأن أي مهنة بناء على معاييرنا الخاصة. بالعكس القصة بتزيد البطالة، واليوم وقت ما بقى فينا نلوم الشباب بحد بيقول لك بس هي قالت نقطة كثير مهمة الدكتورة، هي بنعود للبذرة الأساسية. لما نقول بذرة أساسية من البيت، لأنه كل الأهل مثلا أنا بدي ابني دكتور، أنا بدي ابني مهندس، أنا بدي ابني صيدلاني، هذا الصيدلاني ما في يفتح صيدليته تبعه اذا ما كان في نجار وما كان في حداد وما كان مثل ما قلتي في عامل نظافي. هي علاقه تكامليه، هي نظره المجتمع. هون بنحكي عن البذره الاساسيه. نظره المجتمع هي لها سببين فعليا. صحيح. سبب توجه او خلينا نقول نسبه الاجور والنظره المجتمعيه لهي المهنه الشائعه. صحيح. السائده، اضافه الى انه من الطرف الآخر قديش المعدلات هي مربوطة بهذا الموضوع، فدائما نحن كبشر نميل إلى أنه الأعلى هو الأفضل دائما. مننسى أنه المجتمع بحاجة للمهندسين، بحاجة لعمال، بحاجة لتقنيين. بس يمكن هيك كانوا أهلنا قبل مختلفين، يعني أهالي الزمن القديم كان مفهوم مثلا بالمدرسة بيخلص مدرسة تشوفي بالعطلة الصيفية أو الانتصافية لازم الولد يشتغل شيء يطلع مصروفه أو يتعلم أي مهنة. كان هذا المفهوم سابقا كنا نشوفه قديش مهم. كثير كنا نشوفه، هو كثير مهم، وكان بتلاقيه مبسوط تعلم مسؤولية، تعلم مهنة وطلع مصروفه. طبعا هلأ ما هلا فينا نستخدم الحداثة والتطور اللي وصلنا له بهذا القرن بانه نحمي اليافع، بانه نكون واعيين اكثر وين عم نحطه. صحيح. شو المهنه. صحيح. لاني انا خصيصا اذا بدي شغل شخص قاصر فبدي يكون عارفان انا اذا انا فقط عم دربه واعطيه خبرات او انا فعليا عم حط على كاهله شيء اعلى من قدرته. يعني فينا نستخدم الحداثه اللي وصلنا لها باختيارات افضل، لكن انا مع انه هو يحمل جزء من المسؤوليه او يبلش يتعلم بعمر صغير. صح. ونعرف نحن وين عم يبدع. طيب خلينا نحكي عن واقع سوق العمل اليوم، كيف شايفتي؟ شو هي أهم الصعوبات اللي عم تواجه الشباب؟ يمكن الشواغر يمكن هي أهم مشكلة. لا هلا أنا بعتقد بما يخص هذا الموضوع خصيصا الشركات تعاني من ضعف الكوادر ومن قلة العمالة وصعوبة إيجاد العمالة مقارنة، أو بالشق الآخر كمان الشاب عم بيعاني من عدم توفر الوظائف. بعتقد هن بس بحاجة إلى صلة وصل تكون صحيحة لتحديد احتياج القطاعات الخاصة أو الحكومية، تحديد الاحتياج بتوصيف وظيفي واضح، وبفترة تدريب تكون متاحة للموظف بحيث أنه أنا أقدر ابني علاقة إدارية بيني وبين الموظف لحتى يفوت ويتواءم مع طبيعة عملي. ولازم يكون في وعي أكبر لدى الشباب، حتى مثلا موضوع طلب الأجور المرتفعة، موضوع اللي عم يشتغلوا كموفري خدمة عم يتقاضوا أجور أعلى بكتير من الموظف اللي عم يروح بشكل يومي للعمل، واللي عم بيسبب فعليا مشكلة كبيرة إن هو عنده عدم رضا وظيفي دائما. وهو دائما يشعر بشعور المضطهد، يعني نسبة كتير كبيرة منهم
دائما بحس انه هو اذا انطلب منه اعماله اليوميه او تاسكاته اللي هو لازم يعملها ويقدمها، هو فعليا عم يقوم بشيء يعني ظلم له او عم ياثر عليه بشكل سلبي. هذا الشعور هلا سائد على الجميع. هو فعليا انه مربوط بعدم رضا بشق اخر، بس فعليا بعدم المردود المادي اذا بحكي واقعيا. لا ممكن المردود المادي ما عم يتناسب مع القدره الشرائيه، يعني قدرته الشرائيه ما عم تتناسب مع الاسعار. هذا اللي عم نحكيه بالاخير. بتلاقي الناس انه انا بتقول لك ضمن انا المردود المادي، حتى الوظائف اللي عم نحكي عنها ان كان بالقطاع العام هي اجورها قليله، نحن اذا بنروح على القطاع الخاص بيعطي اجور اكثر لكن ساعات دوام اطول طبعا، ومهام فينا نقول مهام اكبر. بس خلينا نحكي اليوم، اشرت الى نقطه مهمه قديش فينا نستفاد من الحداثه طبعا. يعني اليوم كيف فينا يمكن ننصح الشباب بالاهتمام بالسوشيال ميديا الانترنت؟ قديش فتحت ابواب؟ يعني استضفنا يمكن كثير من الشباب اليوم صح. ضمن رحلاتنا الصباحيه لانه ما لقوا وظيفه مناسبه ودرسوا شهادتهم، توجهوا للسوشيال ميديا لليوتيوب للانترنت، دربوا على مهن ما لها علاقه بدراستهم، عملوا مشروعهم الخاص ونجحوا فيه. كثير هي نقطة مهمة فينا اليوم نستغلها. أكبر خدمة للمجتمع محركات البحث فعلياً اللي موجودة، والإنترنت اللي صار سهل الوصول للجميع، لكن كيفية استخدامه وكيف بدي أتوجه؟ أنا اليوم قادر أبحث عن أي موضوع وقادر أتعلم عن طريق الأونلاين، وقادر إني أنا أكون يعني خلينا نحكي أخلق مهنة يكون في إلى عائد مادي لإلي عن طريق الإنترنت. صحيح. لكن هذا لا يعني إني أنا رسخ فكرة إنه أنا لازم أقعد بالبيت خلف الشاشة واشتغل. هي فعليا مهن متخصصة لمجالات متخصصة، منها التسويق عبر الشبكة، منها صناع المحتوى، لكن فعليا ما كل المهن قادرين اليوم على انه نشتغلها اونلاين. وانا مع انه الانسان يكون على اتصال مباشر ببيئه العمل، يتواصل مع زملائه، ممكن ياثر على التواصل الاجتماعي بينه وبين زملائه اذا كان هو دائما خلف الشاشه، فبتلاقي نسبه منهم بيكون عنده مشاكل بالتواصل الاجتماعي لانه هو تعود انه يتواصل مع صوت وليس شخص فعلي. يعني كثير مهم التواجد على الارض باي مشروع، فيك تتاثري وحتاثري وتتاثري بالنهايه يعني في طاقة غير الشاشه بالعمل. خلينا نرجع لعندك اليوم شوي، مدير تدريب. يعني اليوم وقت بنقول مدير تدريب في مؤهلات، اكيد حضرتك بتمتلكي، شايفين الرضا عندها. خلينا نحكي عن هدول المهارات اللي موجوده بالمدرب، واليوم كيف قادر يتواصل مع الشباب؟ هل في تواصل هيك؟ شو اهم مشاكلهم يعني غير موضوع سوق العمل؟ يعني اكيد في مشاكل، في احلام صارت لبرا البلد بسبب هذا الوضع. يعني هلا موضوع التدريب، اذا بدنا نحكي على موضوع التدريب، التدريب كثير مهم. اول نقطه انه احنا نفرق بين المدرس والمدرب. كثير مهم اللي عم ينحط تحت عاتق او فوق عاتقه هي المسؤوليه يكون بيعرف ماذا يعني كلمه مدرب، وقديش موقعه حساس لما الاشخاص عم تثق فيه وتجي تكرس وقته وجهده وماله لتكسب خبرة. إذا هل هو على قدر من المسؤولية والخبرة لأنه يوصل لدرجة ينقل خبرته إلى كوادر أصغر سناً وأقل خبرة؟ فطريقة نقل هي الخبرة وانتقاء الأساليب التدريبية الصحيحة ونمزجت ودراية بالتعامل مع كافة النماذج. يعني أنا اليوم ما بعامل الشخص اللي هو أربعيني بمستوى إدراكي، العشريني بذات الأمر مع الخمسيني، اليوم كله قابل يتعلم، لكن كيف بدي انتقي المادة المناسبة والأسلوب المناسب، وكيف اتجرد من كل ميولي الشخصية الدينية والسياسية لما فوت على الدرس؟ لازم اتعامل مع الشخص كعنصر، هو انا لازم اكون كثير على درايه عاليه بقدرته العقليه، بلغه جسده، اعرف كيف اتعامل معه، اكون قريبه منه، انقل له الخبره بطريقه صحيحه. وانا لازم اكون على قدر من الخبره، ليس لا يكفي فقط اني اكون بعرف، لا يكفي فقط اني اكون قرات او تعلمت، لازم اكون مارست، وصلت من الممارسه لدرجه الرياده. بعد الرياده انا مؤهل اني بعد ما طبعا كمان الم بقواعد واصول التدريب اني انا اكون لاول مره مدرب عم بتعامل مع اشخاص. بالنسبه للخروج لبرا البلد مشاكله كثير هذا الاحتكاك، كثير هذا الموضوع هلا عم ينتشر بشكل واسع بين شبابنا للاسف.
عم تترسخ فكره انه انا حاطلع لبرا خارج القطر حلاقي الوظيفه ناطرتني وكيس مصاري وبيت جاهز. وهذا كثير خطأ فعليا للاسف. بدراسه جديده غالبيه الاشخاص اللي عم يسافروا لبرا البلد توجهوا لدول معينه عم يعودوا عم يرجعوا بعد فتره معينه بسبب عدم الحصول على عمل. انا في عندي فكره بعتقد انه هي نوعا ما صحيحه بجزئيه بمنظوري الشخصي انه وبحسب خبرتنا بهذا المجال مع الشباب انه اللي ما بينجح باي مكان غير قادر ينجح. اللي ما بينجح كل عم يدور على فرصه. الناجح بينجح باي مكان. ثاني شيء بعض الاشخاص او بعض الشباب ما عندهم هالمعايير او المؤهلات العاليه وبيفشلوا بايجاد وظيفه داخل البلد، بيتوقعوا انه برا رح يلاقوا الوضع اسهل او شيء، عم بيروحوا لغير تخصصاتهم للاسف وعم يضطروا يشتغلوا بمهن خلينا نقول بعد ما يكونوا بنوا مثلا بعض الخبره هون عم يرجعوا لنقطه الصفر، يرجعوا بدل ما يكملوا بالتطور عم يرجعوا لنقطه الصفر على المدرسه. كثير صعب الوضع بالنسبه للشباب. فانا بتمنى اللي بده يسافر من اجل دراسه او عمل ان كان اخذ هذا القرار بشكل منطقي وواقعي يدور على الطرق الامنه الصحيحه والسليمه اذا كان هو بده يحسن وضعه ويقيم بدوله اخرى لحتى يعني يستفاد او يطلع بنتيجه او يتعرف على ثقافه مختلفه ويعيش تجربه جديده. هو شيء اكيد ما انه ممنوع يعني، ولكن بالنهايه نحن بنطمع وبنطمح انه خبراتنا وعقولنا ما تهاجر وانه تبقى وبنتمنى اكيد الخير لسوريا، يعني انه تبقى شبابها فيها لحتى بحاجه لفرص بحاجه لدعم بحاجه لكل شيء. اكيد. ختاما وسريعا دكتوره سوزان، خلينا نعطي بعض النصائح لكل الشباب اللي عم يتابعنا اليوم خريج جديد من الجامعه للدخول الى سوق العمل. في خطوات اساسيه اذا فعليا يمكن بيشتغل عليها الشباب اليوم بيقدر يلاقي الوظيفه مثل ما قلتي اذا اشتغل على الاسس الاساسيه. هلا اول شغله لازم يحطها الخريج بباله انه مكان العمل هو ليس مكان للراحه. صحيح. واذا نحن كنا عم نعاني من بالحياه الطبيعيه من بعض الصعوبات فلا يعني انه ندور على حمايتنا بكل الطرق داخل مساحه العمل. العمل هو لبذل الجهد مقابل اجور محدده واتعاب. اختيار وانتقاء رقم 2 المجال اللي انا ما عندي مشكلة إذا بقيت 5 سنين فيه، يعني أنا بشوف حالي بعد 5 سنين ما زلت بهذا المكان. قبل ما أنا اليوم أخذ مسؤولية أني يكون موظف لازم أني أنا أختار القطاع الصحيح اللي أنا راغبة أني أبقى فيه لفترة طويلة لحتى أبني استقراري الوظيفي وأبني خبرة حقيقية. كرقم 3 لازم أتعرف على سياسات العمل والقوانين الناظمة ل كوني عامل أو موظف لدى قطاع خاص أو قطاع حكومي قبل ما أقدم على هاي الخطوة. ولازم أني أنا أتسلح بأخلاقيات المهنة الصحيحة لكون فرد فعال وأبدأ الخطوة الأولى وأعطي حالي وأعطي الشخص الآخر أو الجهة الأخرى مساحة كافية لنبني علاقة مهنية صحيحة. إن شاء الله بنتمنى التوفيق لكل شبابنا ونتمنى لهم أيام حلوة تعويضية عن السنوات اللي راحت من حياتهم ويكون الفرص متاحة. ونتمنى دائما نحن عايشين على الأمل وإن شاء الله بكرة حيكون أكيد الأمل موجود. نشكر حضورك لليوم. شكرا. دكتورة يسعد صباحك وصباحك حلو على الصور. يسعد صباحك. أكيد دكتورة سوزان اليمنية سعيدين كنا بوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك.